مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من سلسله تفاعليه لشوف تيفي. استنكرت النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه بالدار البيضاء الاستفزازات اللي تعرض لها مجموعه من الزملاء الصحفيين اللي حضروا الندوه اللي نظمها عزيز البدراوي بصفته مرشح لرئاسه نادي الرجاء الرياضي. واشارت النقابه في بلاغ لها على انه بناء على المعطيات اللي صاحبت هذا الاجتماع واللي تم نقلها بالصوت والصوره كتظهر امتناع الداعي لهذا الندوه على اكمال مجرياتها على اعتبار وجود منابر صحفيه اعتبر على انها غير محترمه وقال لها اتهامات بطريقه فجه وغير مقبوله وغير اخلاقيه ايضا. وضح بلاغ نقابة الصحفيين أن المتحدث نفسه وفردوا على احتجاج الزملاء اللي حضروا للندوة اللي تم إلغائها قال على أنه غادي ينظم ندوة صحفية ويكلو وما غادي يحضر لها إلا اللي غادي يوجه لهم دعوات واللي غادي يتم نقلهم على النفقة دياله. وأشار أيضا على أن إفادات الزميلات والزملاء الصحفيين اللي حضروا للندوة أكدت على أن هذه المعطيات اللي خلفت ردود فعل رافضة لهذا السلوك في التعامل مع الجسم الإعلامي. أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضها لمثل هذا السلوك اللي كيستهدف الجسم الإعلامي خارج نطاق المؤسسات المخول لها تقييم سلوكيات الصحفيين وحتى منابرهم وإصدار الأحكام في النوازل التي كتعرض في احترام تام للقانون. وعبر بلاغ النقابة على تضامنها مع كل الزميلات والزملاء اللي تعرضوا للاستفزاز خصوصا في موقع شوف تيفي اللي تبين أنه كان المستهدف باستفزازات البدراوي. كما ترفض أيضا أي امتهان لكرامة الصحفيات والصحفيين وأي أساليب يعني كتروم لتقييم أداء الصحفيين والصحفيات أيضا ومنابرهم خارج المؤسسات المخول لها قانونا. وشدد البلاغ على أنه بدات المناسبة تدعو عموم الصحفيات والصحفيين إلى رفع منسوب المهنية والتحلي بأخلاقيات المهنة وتحصيل المهنة حفاظا على مكانتها ونبل رسالتها. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.